أبويا ما ماتش يا عرب البلاد، أبويا عايش ولسه رجليه بتدق في الأرض. ونفسه لسه في الدنيا. مفيش عزة حيتدق. ومش زي ما بتقول عاداتنا ان نجع تاني ولا قبيلة تانية تدفن ولحد ما ناخد بالطار. طيب الدين كمل يا منازع. حدش حياخد بالطار، واللي حياخد بالطار حيبقى قتيلي انا، حقتله بيدي ألف مرة. أنا اللي هاخد بطار أبوي. يلا كل واحد على بيته. يلا نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5 على 6.